بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين إيه كلكم؟ يا رب تكونوا بخير، مشتركين ومتابعين الحلوين. يا رب إن شاء الله القناة تحوز على أعجابكم، وإذا عجبكم بالنسبة اللي تتفرجوا على قناتي لأول مرة، إذا عجبكم الفيديو ضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة أنا موجودة فين؟ موجودة في مركز الهرم التجاري، في عروض حلوة لعبات الاستقبال ولعبات البيتي، أصعب الأسعار طبعا، وفي عروض خاصة برضو. يا رب إن شاء الله الفيديو يعجبكم. اسم الحريمي، نشوف كده مع بعض الأسعار. في الفستان ده ب55، هو فستان ينفع بيتي يعني، العباية دي ب68 يعني تنفع عباية استقبال، في منها اللون اللي هو الزيتي ده، حلوة جربيها البيتي دي. دي بكام؟ 57. من الأحمر جلالبي البيتي دي 51، في من هدون ده شوف الحمرة دي 51 برضو. دي برضو 51 تقريبا، الصف كله 51. شوف هنا كده دي 46، دي 46 برضو. شوفي الكم دي، دي 54. في بقى جلابي البيت القطن دي على كام؟ على 37 بالشكل ده. ده 37 برضو. كل ده على 37. دي 34، في منها اللي هو اللون البينك. شوف دي كده، دي بخمسة بكام؟ ب52 شكلها اهو، في منها الروز. في برضو الجلاليب دي البيتي دي هي قطن. استنوا كده اطلع لكم واحدة شكلها اهو، يعني على فكرة ومشيتها ناعمة جدا. دي بكام؟ ب50، في منها اللون البينك. في دي برضو، شوف دي على كام؟ دي ب59 شكلها اهو. في دي برضو تنفع عباية استقبال شكلها اهو. دي بكام؟ ب65. في منها الازرق،
شوف دي كده، دي ب62، شوف الحمرة دي ب69، في منها الأحمر بالشكل ده، دي ب69 برضو. في برضو التشكيلة دي كام؟ دي ب59، استنى اطلعها كده بره شكلها اهو، دي ب59 برضو. دي ب52، في برضه عباية الاستقبال دي، هي فيها شغل كده من النص بالورد بالخيوط، دي ب78 شكلها اهو، ومشيت على فكرة قطن كمان. في جلاليب القطن دي على 45، دي ب38، دي ب38 برضو، كلها قطن على فكرة، يعني اشكال بقى زي ما انتم شايفين كده والوان مختلفة. في بقى هنا في القسم ده، ده ب20، ده عرض خاص، كل ده على 20، كل ده على 20. شوف كده، كل ده على 20. في برضو العرض الخاص ده، دي بقى 25، كل ده على 25. في هنا برضو دول على 20، هي اللي هي الجلاليب الفسكوزي يا معلم، الفسكوزي البيتي دي على 20. شفتوا الشكل ده برضو، شكلها اهو، دي ب30. في برضو العرض الخاص ده، ده بكام؟ ده ب20، قطن الحصان دي، كل ده على 20. في برضو دي على كام؟ على 25،
مشيتها قطن. هنا برضو على 25. كده على 25. بصي عاملة زي العباية كده. شوف شكلها كده. شكلها اهو. في هنا برضو على 25. كده جولتنا خلصت، يا رب تكون عجبتكم. واقول لكم بقى اذا عجبكم الفيديو شيروا بين اصحابكم وحبايبكم وسبسكرايب ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.